الأرجنتين الإيطالية ضد المنتخب الإيطالي. نعم الأرجنتين الإيطالية من أواخر القرن 19 بداية من 1880 هجرة جماعية من الطليان للأرجنتين، حيث تم رصد وصول أكثر من 2.5 مليون إيطالي للأرجنتينا في تعداد السكان الأخير في الأرجنتين البلاد الفضية. تم إحصاء أكثر من 25 مليون أرجنتيني بوصول إيطاليا. أيان كريات الأندية كأس السوبر الأمريكي الجنوبي الأوروبي فنية تصب في صالح الأرجنتين. الأرجنتين يريد كأس ثانية على قميص الطليان العكسية والعاشر الوامبلي بطل الكومبول ديماري على دوناروما. ودوناروما 23 سنة الباريزي القادم من سان جيرمان في السير عام 83 ينطلق الميسي لارتيميو فرانكي الجديدة في العصر الحديث لمن ستكون للبو دي بول دي ماريا. دي ماريا وجورجيو بينوكيو كيليني، اسمح لي يا كيليني ان اودعك لاخر مرة مع سكوادرا زورا. بينوكيو جورجينو جورجينو حتى الكرة خطيرة التسديدة والحارس اتصدى لأولى كرة إيطاليا إيميلياسي لجولاثو. ينطلق ليونيل الدفاع ضرب ترجع كرة بصافرة الشيلي مازا خطى لبيسينا. أرجنتينا حتى الكرة عرضية خطيرة الرأسية لا جت على منتخب إنجلترا. ترجع عن طريق الهجوم برناردسكي 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 لعب كرة في العمق ترجع كرة خطيرة خطيرة عرضية ومش ممكن ركنية خلصها رقم 13 روميرو لعب سبيرس توتنهام العام اللي قبله كسامبر 54 وقت لعبوا بالكولور فيردي اللون الأخضر الجرين بين أرقام. وفي هناك عقدة أرجنتينية في ويمبلي بالرأس حتى له لا جاب إيميليانو مارتينيز عن طريق بيلوتي. إيطاليا أفضل في هذه الدقائق. قلت فما عقدة للأرجنتين في ويمبلي يخليني نسميه مادام يلعب ويمس الكرة والكرة ترجع دي ماريا يمشي ميسي خطيرة باش يشوت ليونيل خطيرة وصعبة وركنية للتانجو. مباراة فارقة مباراة فيها متعة أكلمكم عنها بعد هذه الحملة الإيطالية خطيرة مرسون في فاول في فاول جيبوا ديل بييرو. إيطاليا ما عندهاش مهاجم أين أيامك يالتوبيلي يا فيالي أين أيامك. رجع الكرة عن طريق ميسي خطير ميسي 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 جول 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 دي أرجنتينا لالبس سلاستين جول 1-0 للتانجو 1-0 أسيس جديد يا ليو أسيس جديد يا ميسي فينال آخر عن طريق هجوم حتى في الدفاع ترجع مرة ثانية تضرب 0 لسكوادرا دي إيطاليا التسديدة والحارس الركنية. أي مباراة أي نهائي مارتينيز يا ميسي الخيل حل اللعب حلوة برشا خطيرة والدفاع ولوتانو مارتينيز وفي فاول في فاول لإيطاليا في فاول لإيطاليا خطأ ضد لوتارو مارتينيز دي الانتر. إيطاليا بعد يواصل الأرجنتين تفوقه كيليني وركنية لإيطاليا ركنية أوفسايد تسلم كرة لآخر قرار والدفاع ترجع كرة ضغط رهيب ميسي والحارس دوناروما. ميسي في فور كاس أوروبا جابوها بالروح كانوا الأفضل في رحم البطولة ياما فرق تولد في الدورات المجمعة. دي ماريا دي ماريا دي ماريا خطيرة وناردسكي برناردسكي برناردسكي حلوة فكرتها ولكن قوتي شو باللوتي ترجع الكرة مرة أخرى ديلوالا الوحيد في كرة ثابتة للعودة في الماتش للأمانة مع هكذا هجوم ممكن إنسيني. ترجع الكرة مرة أخرى إمرسون وين الراس خطيرة وينك يا فيالي وينك يا التوبيلي هذه كرة التوبيلي ابقى كان يصفق
الفريق كان يصفق. مشينا من المونديال لوتارو مارتينيز صعبة جدا. دوناروما ما يخرجش. الهدف الثاني، الهدف الثاني من دي ماريا. أنخل دي ماريا ينهيها الثنائية الأرجنتينية. الهدف الثاني لوتارو، جول واسيست نجم الشوط الأول. ودي ماريا بذكريات اصطياد البرازيل يضرب الدفاع الانتين. الآن هي بطلة الفيناليسيما. خطيرة طويلة، مشكل تمشي كرة ملعبها طويلة، ترجع بالرأس وفي خطة للأرجنتين مع ورقة صفراء. ديبول يحدث القاضي نون الفعل. عندهم الكبرياء، يمشي جورجينو تقدم لاوتارو، لكن رجعت لإيطاليا. رجعت الكرة عن طريق اللاعب لاتزاري وفي خطة لإيطاليا. إيطاليا الأرجنتين. بارماريا يخسر كرة، فماش خطأ. إيطاليا جورجينو يلعب. إيطاليا في محاولة العودة، الدخول، المراوغمة، تلعب كرة. ماذا يفعل؟ الكرة خطيرة، لوكاتيلي وضعيفة من لوكاتيلي والحارس. كرة من كرة خطيرة، ترجع دي ماريا. كغولاسو أنخيل. دوناروما يتصدى. موسيقى هذه الرومبا يا دوناروما. إيطاليا أحسن في بداية الشوط ولكن بدون أنياب، بدون هجوم. باريلا وفي فاول، خطأ للأرجنتين. الترسير وأنخيل. أنخيل. الله على دوناروما، الرائعة وجدت الأروع. دي ماريا أنت ولد عالمي. والكورة عن وبونوتشي اسم، وهذا الثالث. ايش يعمل دوناروما بذكريات سانتياغو برنابيو؟ ماذا تفعل يا دوناروما؟ الهدف الثالث من بونوتشي. صعيد الكوبا إلى القارة اللاتينية. أنا لن تموت الكرة من ليونيل. الثالث ومرة أخرى دوناروما يتألق. رجل الصوت الثاني دوناروما. أكثر تكامل بين الخطوط من أبطال العالم 78 و86. خط الطليان تيرفزو، الطليان خرجوا. فماش أوفسايد. الثاني الجاي ميسي. جول 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 جول. وضاعت الفرصة، ضاعت الكرة وقت اللي قوي الريتم. ضاع ويذيع فيها عبد الجيب. المونديال تشيل مارادونا. يمشي ميسي. جول. لا 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 لا. فرق قالوا في الشبكة دوناروما وميسي. كرة أوت من ليو. ميسي دوناروما. ميسي في باريس لم يلعب هكذا. لونتين تفرح. ميسي 1-2. ديما غادت. ميسي خطيرة وفرصة. الهدف الثالث للأرجنتين. ودوس تريس. مايسترو آخر، فنان آخر.